نادي الخليطري نقول بانه البدايه لم تكن موفقه. هذه محاوله والهدف هدف لفائده نادي الخليطري والمسجل عادل المسكيني. هدف لفائده نادي الخليطري ضد مجريات اللقاء. اذا كيتمكن الفريق الزائر من تسجيل الهدف 1-0 للنادي القلاطري. كانت متابعة جيدة لعادل المسكيني في المكان المناسب كيتمكن من تسجيل الهدف. نادي القلاطري إذن هو السباق لتسجيل في هذه المباراة، المباراة اللي قلت بأنه قوية بين الفريقين. لاحظوا التمريرة كانت ديال سعد القرو وعادل المسكيني في المكان المناسب يتمكن من وضع الكرة في الشباك. 1-0 للنادي القلاطري. استغلال كل فراغ اللي كان على مستوى التغطيه، لانه عادل المسكيني كان وحيدا كيتمكن من وضع الكره في الشباك. لاحظوا الفرحه ديال الطاقم التقني وكذلك ديال فريق شباب الريف الحسيمي. قلنا على ان يحتاج الى لاعبين في وسط الميدان ويحتاج الى مهاجم. المهاجم الموجود الان في صف فريق شباب الريف الحسيمي لا هو يسجل اهداف ولا هو على المستوى التكتيكي جيد. ماذا اعني به على المستوى التكتيكي؟ يعني اللاعب الذي يستفز الخصوم الدفاعات، يقوم باللعب بدون كرات، يعني نعم. يلعب على المساحات الفارغه ويعطي مساحات للقادمين من الخلف. عندما تلعب وراء وامام الناجي كره في الجنين، الحكم يعني كيخلي الامتياز ولو ان الحكم شرط كاميرا في الكره دي. محاوله والهدف، الهدف الاول لفائده فريق شباب الريف الحسيمي هو المسجل انور عبد المالكي. أنوار عبد المالكي يسجل هدف لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقة 57 هو اللي غيخلي المباراة تصبح أكثر إثارة. لاحظوا يعني المحاولة اللي من خلالها يعني الحكم خلى امتياز، كانت تمريرة ديال محمد أمين باموزا. أنوار عبد المالكي في المكان المناسب، طليق حرا طريقا. لاحظوا أنوار عبد المالكي يعني الكرة توضعت أمامه باعتبار بأنه سمير السكرومي يبغى يبعد الخطورة ويبغى يبعد الكرة، وأنوار عبد المالكي